نقطة مهمة جدا ان انت مركز فقط لغير في الملعب ومع النادي الاهلي. عايز اروح معاك لمباراة وفاق الصيف الاولى في القاهرة، والحقيقة عايز ابدأ معاك بالجمهور ورسالته الكبيرة جدا ودعمه الكبير. دخولنا كان في الماتش جيد جدا، قفشة ركزنا بشكل كبير جدا، نتيجة كبيرة 4، لكن احنا رايحين المباراة دي على ما اعتقد 0-0. لا طبعا يعني 4-0 النتيجه كويسه طبعا، لكن انت عارف الكوره ما فيهاش الكلام ده. يعني الكوره لما الشوط الثاني يخلص اللي هو في الجزائر يبقى انت صعدت. بس انا دي وجهه نظري، يعني مع احترام لاي حد بيتكلم او اي حد بيقول وجهه نظره، دايما طول ما انت كسبان 4-0 طبعا دي نتيجه كويسه جدا، ما بتحصلش كتير في قبل النهائي، لكن انت برضو لسه ما وصلتش النهائي، لسه في ماتش هنا هيبقى ماتش صعب، فريق كبير طبيعي زي ما انت جبت 4 جوان هو ممكن اكيد عايز يكسب وعايز يصعد عايز يجيب جوان، وده ممكن وارد بيحصل في الكوره. لازم برضو نبقى عارفين احنا بنتكلم ازاي وبنقول ايه، ده مهم، لان في ناس ما بتبقاش فاهمه، في ناس بتحب النادي وبتحب الكوره فبتبقى محتاجه تفهم، فده مفروض على الناس اللي بتحلل والناس اللي بتتكلم هي اللي توصل للناس ان هي تفهمهم. مش عيب، مش كل الناس بتفهم ومش كل الناس بتبقى عارفه ده ايه وده ايه، فانت كراجل مذيع او راجل محلل او راجل بتحلل الماتش لازم توضح للناس، ده مهم عشان ما تظلمش حد، ما تظلمش مدرب، ما تظلمش لعيب، ده مهم جدا. بس فماتش 4-0 في مصر ده ماتش مهم وخلص، لكن احنا عندنا ماتش تاني مهم هنا في الجزائر ان شاء الله، وربنا يكرمنا باذن الله، واهم حاجه ان احنا نكسب ونصعد للنهائي باذن الله. يعني الأسرة والدعواتهم ومساندتهم ليك كالعادة ده بينجح، وسر من نجاح محمد مجدي قفشة، الناس بتحب قفشة والجمهور بيحب قفشة، عشان كده بيبقى زعلان ان قفشة بيطلع 70 والتمرين عايزه يطلع 150، لكن احنا مضغوطين وعندنا ضغط كبير من المنتخب لكاس عالم لبطولة الدوري. الناس جمهور الاهلي زي ما انت قلت عايز النادي الاهلي على طول يبقى في المقدمة، لكن في ظروف، في ظروف كبيرة جدا، ضغط بدني ذهني عصبي، بتتعاملوا ازاي مع الامر ده قفشة؟ هو طبيعي يعني في ضغط طبعا، وفي حاجات كتير، وفي ضغط وفي ارهاق وكل ده، لكن ده مش اعذار. وانا يعني بعيد ان انا قبل ما اجي النادي الاهلي انا من الناس اللي ما بحبش الاعذار، طالما انا محطوط يبقى انا اقدر اعمل حاجه زي كده، ما بحبش اقول لو مرهق ومجهد ومصاب ما تلعبش، يعني ده الصح، لكن انت طالما لعبت بتتحسب عليه بس، فهو ده الصح يعني. لكن انا معاك في كل الكلام ده كله، حب الجماهير ده بالنسبه لي يعني اهم حاجه في حياتي. انا راجل زي ما قلت قبل كده وبتاع، انا راجل فلاح بحب الناس كلها، بسيط، بضحك، بهزر، عمري ما ضايقت حد، بمشي في الشارع عادي، باكل عادي، بعيش زي الناس ما بتعيش، لكن اتمنى ان الناس تبقى هنا شويه، يعني العقل برضو، العقل زينه والكلام، ما تيجي توصل رساله لحد وصل وانتقد، محدش خد بالك مفيش حد ما بيغلطش، احسن لعيبه في العالم كريستيانو وميسي، يعني ميسي السنه دي واحد من اسوأ مواسمه في حياته وهو اعظم لاعب في التاريخ، فده وارد، ده بيحصل، لكن انت لما تيجي توصل الرساله وصلها صح، عشان لما يسمعك او ما سمعش حد وصل له يبقى انت اتكلمت عليه كويس، يعمل اللي انت قلت عليه او يسمعك يستفيد باللي انت بتتكلم فيه، العكس لما بتتكلم وحش فدي حاجه بتزعل الشخص وما بيسمعكش. بس وفي الاول وفي الاخر دي كوره وكلنا بنغلط يعني، وكلنا بنقف في مواقف، كلنا بنعدي علينا مراحل كتير حلوه ووحشه، المهم انت تعرف تتعامل مع المواقف ازاي، ما انت يحصل الحلو والوحش وكل حاجه، هتجيب جوان ومش هتجيب، هتعمل اسيست ومش هتعمل، هتكسب وهتخسر، المهم تتعامل مع كل المواقف دي ازاي، ده الاهم، فعشان كده اهم حاجه دي ان شاء الله باذن الله قفشة يكون سبب من اسباب ان شاء الله تاهل النادي الاهلي للمباراه النهائيه. وفي المباراه النهائيه كالعاده يمكن انت بطوله العشره قلت لي بعد المباراه النهائيه هنسجل لما نرفع الكاس، وان شاء الله باذن الله محمد مجدي قفشة يكون سبب في رفع الكاس كعادته ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي. حبيبك يا مولا، ان شاء الله تبقى البطوله بتاعتنا واحنا مركزين، ودي بطوله مهمه، انت عارف ده رقم تاريخي، وانا قلت لكم قبل كده في التاسعه والعشره اللي احنا ان شاء الله هناخدهم، يعني السنه دي يمكن الدنيا صعبه شويه غير اللي قبل كده واللي قبل كده، لكن احنا نادي الاهلي ولعيبه كلها كويسه، واحنا قد اي حاجه بامر الله، وهنتعب ونسعى وكلنا مع بعض، مفيش حد بيكسب لوحده ولا حد بيجيب الجول لوحده، الفرقه لما بتكسب جماعيه، الفرقه لما بتخسر جماعيه، لما حد بيجيب جون الفرقه اللي بتساعده، لما حد ما بيجيبش جون برده الفرقه اللي بتساعده، فاحنا كلنا مع بعض وكلنا ايد واحده، حتى بالجماهير، يعني الجماهير ده لو ماتش اللي فات في مصر انت شفت اصلا شكل الجماهير لوحده في الملعب ممتع. بس فان شاء الله تبقى الدنيا كويسه وربنا يكرمنا وكلنا نصيب فيها باذن الله. ان شاء الله جدعت لك. انا على طول الحمد لله امي وستي وقرايبي وعمامي، يعني انا علاقتي بهم طيبه كلهم فاهم، فدي اهم حاجه بالنسبه لي، حتى اصحابي يعني، فالدنيا كويسه
يعني يمكن في ناس ما بتواصلش معاها كتير عشان شغلي وبتاع، لكن علاقتي الطيبه زي ما هي، حتى لو من 10 سنين او من 15 سنه زي ما احنا برضو في احترام وحب، وده اللي انا عايش عليه يعني في حياتي، مش عايز حاجه غير كده يعني، فاهم؟ كل خير يا ابشا، وان شاء الله باذن الله باذن الله تتالق العاده، وان شاء الله باذن الله يكون سر من اسرار النجاح مع فريق النادي. حبيبي كيمو، مبسوط اني كنت معاك ومع كابتن اسلام، وان شاء الله بالتوفيق حبيبي. حبيبي كيمو، شكرا. كل الشكر والتقدير الحقيقه لنجم النجوم للنادي الاهلي.